احتلت المنامة المرتبة 6 عربيا والتاسعة 59 عالميا بمؤشر المراكز المالية العالمية جي اف سي اي الصادر عن مجموعة زيدين، والذي يستند على قياس 5 عوامل أساسية تتضمن بيئة العمل وتطور القطاع المالي والبنية التحتية إلى جانب رأس المال البشري والعوامل العامة والسمعة. وقد شهدت العاصمة المنامة تطورا ملموسا في مستوى البنية التحتية وتأهيل المزيد من رأس المال البشري، علاوة على توفير بيئة أعمال مرنة وصديقة لجميع أشكال الاستثمار. ويعتمد المؤشر على تقييمات خارجية من أطراف ثالثة من ضمنها البنك الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، إضافة إلى الأمم المتحدة. ووفقا للتقرير، احتلت مدينة دبي المركز الأول عربيا و15 عالميا ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الذي شمل بحث 110 مراكز حول العالم. تعتزم شركة مطار البحرين عرض أفضل المزايا التنافسية لمطار البحرين الدولي باعتباره أحد أبرز مراكز الطيران الإقليمية، فضلاً عن الترويج للمملكة كأحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة، وذلك ضمن معرض وملتقى الطرق الملاحية الجوية العالمية في مقاطعة غوانغدونغ الصينية. وتقام الدورة 24 للملتقى منتصف سبتمبر الجاري، حيث سيحتضن الحدث مجموعة من كبرى شركات الطيران ومشغلي المطارات وهيئات السياحة والجهات الحكومية، وذلك لاستكشاف فرص عقد الشراكات التي من شأنها تحقيق الازدهار والنمو. ومن المتوقع أن يجمع الملتقى تحت سقفه أكثر من 3000 وفد من 110 دول، كما سيوفر منصة تفاعلية لممتهني صناعة تطوير الطرق الملاحية الجوية لمناقشة ووضع وتخطيط استراتيجيات الشبكات. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتقدم نسبته 0.34% مقفلا عند مستوى 1345 نقطة، وذلك عائد لارتفاع قطاعات الخدمات والاستثمار والبنوك التجارية والصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,215,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,935,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 64 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7590 نقطة بانخفاض تجاوز النصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4934 نقطة، كما هو موضح على الشاشة، بانخفاض بلغت نسبته 1.17%، وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4558 نقطة بارتفاع تجاوز النصف نقطة مئوية. أعلنت وزارة المالية السعودية عبر مكتب إدارة الدين العام أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي. وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار دولار أمريكي لصكوك تستحق في شهر يناير عام 2029 ميلادي، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 من سبتمبر 2018 أو في تاريخ مقارب له. وشهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 10 مليار دولار أمريكي.
ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت. قال وزير البترول المصري طارق الملا أن إنتاج حقل الظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح باكورة إنتاجه في يناير الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا ليصل إلى 2 ملياري قدم مكعب يوميا. وأوضح أن النجاح في تحقيق أرقام قياسية في تنفيذ حقل الظهر سيسهم إنتاجه في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي بما يعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد المصري. وقال إن هناك مزيدا من فرص النجاح والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة. وأضاف الوزير أن عقد مجلس إداري إيني بمصر يؤكد على النجاح المشترك الذي تحقق بين الجانبين، ويدعم مسيرة عمل إيني في مصر التي امتدت لأكثر من 65 عاما حققت خلالها العديد من الاكتشافات أهمها حقول أبو ماضي وبلاعيم ونورس. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. السعودية تتوقع أن يصل عدد المعتمرين خلال العام الهجري الجديد إلى 8.5 مليون معتمر. أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة كما هو دون تغيير في خطوة تتوافق مع التوقعات لتظل عند أعلى مستوى منذ عام 2009. وكشف بيان السياسة النقدية والصادر عن المركزي البريطاني إبقاء البنك على معدل الفائدة كما هو دون تغيير عند 0.75%. وجاء تصويت أعضاء السياسات النقدية على قرار عدم تغيير معدل الفائدة في بنك إنجلترا بالإجماع، كما توافق الأعضاء بالإجماع كذلك على تثبيت مشتريات السندات الحكومية والشركات عند 435.10 مليار جنيه استرليني على الترتيب. وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3059 دولار. ومن جانبه وافق رئيس بنك إنجلترا مارك كارني على تمديد فترة رئاسته للبنك حتى يناير 2020، وذلك لرغبته في المساعدة بالمراحل الأولية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير في قرار يتوافق مع توقعات المحللين. وقرر المركزي الأوروبي عبر بيان السياسات النقدية الصادر تثبيت معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدلات الفائدة على الأقراض الهامشي. وأكد المركزي الأوروبي على خطته بشأن مشتريات السندات على أنه يخفضها بدءا من الشهر المقبل بمقدار 15 مليار يورو، ثم ينتهي البرنامج بنهاية ديسمبر. واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.1629 دولار. من جانبه أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن البنك سوف يتمسك بسياسته النقدية مع تواصل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعام السادس على التوالي، مشيرا إلى أنه لن يتم رفع معدل الفائدة في منطقة اليورو قبل صيف العام المقبل. حقق الاقتصاد الأمريكي أرقاما إيجابية في السنة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الفقر ظل على حاله تقريبا، الأمر الذي اعتبره مقر الأمم المتحدة للفقر المدقع معيبا، خاصة مع وجود نحو 40 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر. وسجل معدل دخل الأسر الأمريكية زيادة بنسبة 1.8% بين 2016 و2017 ليصل إلى 61.372 دولارا، مع التوضيح أن عائدات نصف الأسر أعلى من هذا المستوى، فيما عائدات النصف الآخر أدنى منه، وذلك نقلا عن أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي. وعلق مقرر الأمم المتحدة للفقر المدقع فيليب أليستون أنه يجدر بالإدارة الأمريكية أن تشعر بالعار، مضيفا أنه إن كان هذا كل ما بإمكان واحدة من أغنى الدول في العالم إنجازه في زمن من الازدهار الكبير فهذا معيب.
قرر البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس لتتجاوز التوقعات، في خطوة تهدف لمواجهة خسائر الليرة التي تهاوت بأكثر من 40% في العام الحالي. وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك أن المركزي التركي رفع معدل الريبو لمدة أسبوع واحد إلى 24% من 17.75% السابقة. وبحسب التقديرات فكان من المتوقع أن يقوم المركزي التركي برفع معدل الفائدة إلى 22%. وارتفعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.1% إلى 6.289 ليرة. ويأتي قرار البنك التركي بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تأييده لمعدلات الفائدة المنخفضة، مشيرا إلى أن التضخم ليس هو السبب والفائدة ليست النتيجة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. توقع مسؤول سعودي أن يصل عدد المعتمرين خلال العام الهجري الجديد إلى 8.5 مليون معتمر، بزيادة نحو 1.5 مليون معتمر عن العام الماضي. وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة بصدد الانتهاء من تشريعات لتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمعتمرين ضمن منصتها الإلكترونية لتشمل خدمات إضافية هذا العام، من بينها زيارة الأماكن التاريخية والأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تعقبها خطوات تشريعية أخرى لتوسيع دائرة الزيارات لتشمل مدن سعودية أخرى. وقال الدكتور عبد العزيز وزان وكيل وزارة الحج والعمرة إن استعدادات العمرة بدأت منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة، إذ وصل بعض المعتمرين وجرى إصدار 10,000 تأشيرة.